بقلب بيت العيله مع هبه. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده قلنا نعمل محشي تنجان كوسه ورق عنب وفلفل، تمام. انا كنت هقوره بس قلت لازم تشوفوه برده، انا لسه بعمله. كوسه وتنجان ورق عنب وفلفل هقور معاكم، ويوم بقى شق. يوم المحشي ده طبعا معروف ان يوم شق، بس باذن الله هيخلص على خير ان شاء الله. نبدا. بسم الله بسم الله. بتنجان دلوقتي تحفه في السوق، بتنجان المخدد ده تحفه دلوقتي في السوق ومش غالي. الكوسه برضو، بصوا الكوسه البلدي دي جميله، مش السوب دي اهو. بسم الله. مفيهوش اي حاجه، مفيهوش اي صعوبه. واحده كمان اهو. ولا مشرومه ولا اي حاجه، ولا يعني مقطوعه يعني ولا اي حاجه، زي الفل. قلب ابيض زي الفل. اخلص بقى الكميه دي، تقوير البتنجان وتقوير الكوسه، واسلق العنب اللي هو الورق، وارجع لكم تاني. اهوت يا حبايب قلبي، حبايب قلبي بيت العيله مع هبه. ما تنسوناش في اللايك والشير، تدعيم القناه، تفعيل الجرس عشان يوصل كل جديد. ادي المحشي قورناه اهوت، بعد ما قورناه. وادي الكوسه، تمام. والخضره غسلناها طبعا وقطعناها، ورق العنب سلقناه اهوت، تمام. كله كده جاهز، يا دوب بس على الايه، التحضير على طول. وادي الفراخ اهيت اهي. طبعا انا نقعتها برده بالخلطه اللي انا بعملها، اللي هي جنزبيل وملح ودقيق، بنقعها فيها قيمه ساعه، ساعه ونص كده، بتبقى بصوا بيضه ازاي، شمعه فله منوره اهي. واروح دعكاها بعد ما اشطفها بقى كويس، اروح دعكاها بالملح والفلفل وبصلايه، وابشر بصلايه او اقطع بصلايه، واسيبها بقى فيها شويه. وادي الميه اهي بتاعت الفراخ. نقول طريقه المقادير بتاعت المحشي. معايا بصلتين حلوين محترمين كده، معايا شفشق ونص طماطم، وملح وفلفل، والبهارات اللي هم السبع بهارات. هنحط الزيت بتاعنا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المحشي بيتقلب زيت، انا بقلب زيت درة اهو. نعلي النار. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بسم الله يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب اقلل المحشي اهو. ادي الفراخ اهي زي الفل اهي، مفيهاش اي حاجه اهي، بصوا زي الفل مفيهاش اي حاجه، تمام. نغسل ايدينا بس. ادي هي بنحط الفراخ اهو اهي، البدايه الاساسيه بتاعت الاخت حبيبه اهي، تمام. تغلي بس عشان اشيل الريم اللي عليها، لو ريمت او حاجه مش هتريم، لان طبعا مغسوله كويس ومنقوعه
في الخلطه اللي انا بقول عليها اللي هي جنزبيل وملح ودقيق وبتبقى زي الفل، فمش هتريم معايا. بس برضو انا مش هحط لها ولا اي حاجه، انا هحط لسه البصلايه، احط طماطمايه، احط قرن فلفل في قلب الشوربه ديت بس لما تغلي. البصلايه هي يا حبايبي بصوا انا بعملها كده، يعني لا بتبقى متحمره قوي ولا بتبقى بيضة قوي، هي كده بصوا اهي. احط بقى الطماطم دول بمعدل يعني ايه بتاع كيلو ونص طماطم، عشان بس انا عامله كميه تمام. ضربات الخلاط ومصفياها. هنحط ايه طبعا معلقه السكر، معلقه السكر اهي تمام. انا مش هحط حاجه غير ملح وفلفل والبهارات، بس انا مش هحط الملح دلوقتي، انا هحط بس الفلفل والسبع بهارات اهو، وادي السبع بهارات. انا كده اعتبر مقليه بالزيت، بس لما هاجي اخلص خالص واحط الرز بحط حته زبده كده او حته سمنه، معلقه سمنه بلدي على وش الرز تديها بقى طعم مختلف، بس انا مقليه بالزيت الدور تمام. نسيبها بقى ايه تثبت. وادي الفراخ اهي الصبح، انا مش هحطش لا ريم ولا حاجه، معلقاش حاجات اهي، حطيت لها بس البصل وفلفل وطماطم اهي، حتى مش حطيت لهاش فلفل ليه، لان انا اساسا كنت دعكاها بالبصل والفلفل اهي. بصلايه حلوه محترمه كده بقطعها طرنشات خفيفه كده اهي رفيعه، بروح عاملاها اهي، احط لها بس الملح، الملح بتاعها معاكم خطوه خطوه. المحشي ما فيهوش اي حاجه اهو، اي حاجه هو، بس انا عشان النهارده رحت السوق واشتريته وقعدت اقور البتنجان وقعدت اقور الكوسه، فهو بالنسبه لي ممكن يكون ايه يعني مش صعب، بس يعني ايه دبكه شويه او وقت شويه، انما في الطبيعي انا بشتريه مثلا اعوذ بالله من كلمه انا بشتريه قبلها بيوم، بكون مجهزاه، ببقى واقفه بس على التسبيكه اول ما هعمله وبروح حشيه على طول، ما بياخدش وقت، يعني اي حد يجيبه قبلها بس بيوم المحشي ويجهزه، اذا كان مثلا يقوره ويجهزه ويسلق ورق العنب والحاجه دي كلها، وتاني يوم على طول يروح مسبك وحاشي، ما بياخدش وقت، الموضوع كله ما بيكملش ساعه ونص ولا حاجه، انما عشان انا اشتريه النهارده من السوق وانقيه واجي اقوره فده ممكن يكون بياخد وقت شويه. ورجعنا لكم تاني حبايب قلبي، حبايب بيت العيله مع هبه، ادي اهوت هنحشي بقى. انا ما خدش مننا وقت، انا زي ما قلت لكم الوقت بس في حته ان انا بشتري البتنجان واشتري حاجه في نفس اليوم، انما لو البتنجان او الحشو قبلها بيوم بيكون جاهز خلاص ما بياخدش وقت. هنلف بقى المحشي اهوت. انا عامه بخلي العروق بتاعه الخضره ليه بتدي طعم، هي اللي فيها النكهه بالظبط بتاعه الخضره، انا بحطها هنا للبتنجان تمام، والورق العنب بحط له العروق برضو بتاعته بتدي المزازه في نفس الوقت الحله ما بيجرالهاش حاجه. ادي ورق العنب بتاعنا اهو، بسم الله بسم الله. ورقه الخشنه هي اللي تحت اهي اهي، ورق الخشنة اهي عشان ايه يثبت عليها الرز اهي، ونقفله كده من هنا ومن هنا تمام. تاني اهو شوف ورقة صغننة كده اهي، عشان في ناس تقول لك الورقة الصغيرة دي ما بعرفش الفها، لا اهي اهي
اهي اهي، وتضمي بايديكي كده. بصوا، لوز العنب ادي، ده كده ورق العنب، كوسه او البتنجان اهو. تمام، حط هنا اهو، ماشي. وادي الكوسه اهي، كل الخضار ده اللي هو البتنجان والكوسه انا بنقعهم في ميه، بس بعد ما بغسلهم ميه بملح. ليه؟ لان الكوسه عدّة والبتنجان ساعات بيبقى مر، فبيبقى ايه الملح ده هو اللي بيحيق لي الحاجه دي، والفلفل طبعا بيبقى طبيعي مش مسكر اهو. فبحط ايه، ميه وملح، بس ملح مش كتير برده عشان ما يحدقليش الخضار، بروح سايباه شويه. وبعد كده اروح مطلعاه مصفيه زي ما انتم شايفينه كده. انا بعمل الكوسه ايه بقى، برصها في الصينيه واسويها في الفرن. هوريكم بقى الحاجات دي بعد ما احشي وكده، واوريه لكم تشوفوه. ورجعنا لكم تاني حبايب قلبي، حبايب بيت العيله مع هبه. وادي سفرتنا النهارده، محشي كوسه، ورق عنب، باذنجان، طبعا سيد الاكل فراخ، سلطه، والخيار المخلل اللي انا كنت عاملاه معاكم. اكله سهله مفيهاش اي حاجه، وشوربه سايح لسان عصفور. شوربه كده، الاكله دي عايزه شوربه، وعايزه شويه مخللات، ادي طبق سلطه وادي طبق مخلل، شوربه مكملات بمعنى صح. ادي محشي مشكل، كوسه وبتنجان ورق عنب وفلفل، وادي بتنجان معانا، وادي ورق عنب، وادي كوسه وفلفل. اكلتنا النهارده سهله وبسيطه مفيهاش اي حاجه. متنسوناش في اللايك والشير وتدعيم القناه والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل كل جديد. اكلاتنا النهارده ما فيهاش اي حاجه، ولو في اي حاجه اكتبولي في الكومنتات وانا هرد على حضراتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.